أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هديه إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. إن شاء الله ولا ليال وقت الخطبة أنت كريم من وحن وحكس القاضي دون موضوع حسن الخاتمة. قفك ماشي عمري يسوق جب جبوب اليوم وإن إلهي أصو بيو ولا كل ما يكسن إلهي ولا كل ما وح مهمة. بارك الله فيكم. وح واجبة وح إلهي هو أمري مداسا وحكس القاضي دهنا خاتمة إله النصوب ودعاء دهنا أنا علينا إن بدن الله أنا نصوبي إن شاء الله إلهي ذنك. حسن الخاتمة معنى هذا وامح سأل الله فسيري كرع. حسن الخاتمة وحي تهي أن يوفق العبد قبل موته. قفك إلا وافجي لك رسيه إنتو سن إمنين للابتعاد عما يغضب الرب إنه كفق هذا وحي إلهي على قريني والتوبة من الذنوب ذنوب إنه كالتوبة كانوا إلا كرسيه والإقبال على الطاعات طاعات إنه قابله كل جوسته وطاعات سمايه إلا كرسيه وأعمال الخير خير كأعماشيس. ثم يكون موته بعد ذلك على هذه الحالة جيريدنا أستقوا السلاسة أيو إمات حسن الخاتمة متى يدو أدونك مع سيدي وكل جري إنه كف قال لكرسيني ذنوبتي هرأي وقال لعضي إنه كتبت كينا لكرسيني طاعذي إلهي إنه طاعيسته وطاعذي أو إقباله يعمل الخير كيبا لكرسيني أستوى على هذه الحالة كسوا وذنوبتي كدح بحي كوي هرأي وقال لعضي كتبت كينا طاعذي عميرا على هذه الحالة أستوى كسوا يجيرد كو إيمانيس مركا محاندهي كرنا أدون كاسي خاتمة دي والله جاجي محاندهي كرنا. بارك الله فيكم. مركا دادك أن الإيمان هي أما جيريدو يكسو حاضر يسو بل إن شاء الله ميزان كهائسة سارة نبي وحوله صلى الله عليه وسلم أسوق معناها فسيري معناها أسوق حديث رسول الله قاتل صلى الله عليه وسلم حديث كان واسوقيه نبي وكسوقيه صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده خيرا هدو أدون كيس إلهي خير لدونه يستعمله إلهي وكا عامل يشاء وكا الشقاء لكتابه إلهي خير لدون صحابة وي ويدي يا نبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كيف يستعمله كيس يا أدونك إلهي الله سبحانه وتعالى أدونك سيئ وكا عامل لغني وكا الشقاء لغني وحولي صلى الله عليه وسلم يوفقه لعمل صالح قبل موته انتو سنجيريون با إلهي وحكرسين يا وكو بيغيا عمل صالحا انو قرصدو اسو عملك صالحا كجيرو يكو خاتم اي سنة ادون كاسي ادون الهي اذيك سليد و الهي او قاتل الهي سكتين سبحانه وتعالى ادون الهي اكجو سنة يكتغ يو اهمالين اي او سن دنك لهم و سن او آبا يارينين يكو الهي او دنين يو الاشن هي ادون موكريهم. بارك الله فيكم. مركا معنى هاسي نقون ايسا واحد دائما لقى عبسده ولقى والولو وديار قلو في عن الله سمعينا ويتهل أدونكم ما أها إنه كل سنة كقاطع أما أؤمن عمل كيس
عملكنا إلهي بالي أذيعنا إلهي بكرة والله خلقكم وما تعملون. النبي صلى الله عليه وسلم حديث قرن إنسان بوله صلى الله عليه وسلم وصحيحها ودارنا يا نبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي نفسي بيده فهو الذي لا إله غيره إلهي وحنكو دارنا يا الله كلو عبادة مدن أوسين جيرين أسجى موين إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة قفك إذنك إذن كم ذا وعمل فليا وقبنا يا ماشي أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع إلى جنة أودوا وجنة أودن أوجار فيسبق عليه الكتاب كتاب في سي أزرقها حق الله أقرنا كتاب كيبا مركا أهر مريا ووحي أقرنا بوافقيا وآخير عمره فيعمل بعمل أهل النار ذاتك أهل النار كهشقض وذيب قبنيا فيدخلها نهار تبو قريبا صلى الله عليه وسلم مركا عماشا لقو مكر سوانا كرا نيكي سو أدى ذاله يؤدى ذاله يعمل ساحة وقب سنة مركي آخر عمره إلا قالوا وحو كصة بحيا كره موبيا وحي إلهي أكتي أقرنا عمل كي أهل النار كو عمل فليا أصدق عمل أهل النار عامل كوا يتيسي إيمان إيسا خاتمة وكها الله وذيك دقنته وأهل النار بارك الله فيكم بالعكس نبي مباشر صلى الله عليه وسلم وإن أحدكم يعملوا بعمل أهل النار تدك النار تا يعني تدك النار تا تدك كذا سيدي أدق ما بو أدق ميا هو عمل فلي حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع إلى النار تيو كل دواد وهذا حالة دا كل انتو وهو يتقري لها فيسبق عليه الكتاب كاسو كسو بحيا سيدي حق الله أقرر ريب كسو بحيا فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها ذاتك أهل الجنة عمل كوذي وعمل فليا جنة ذي بسيدي كتغي إذن لا ثقة بالأعمال أعمال شالغو مكال سوانان كرو لقمنا تقي كرو إلهي سبحانه وتعالى وقول اعملوا بي سبحانه وانا عمري إنا نمال فريسانون اتكالنا سابقا نو قرن أنت لستارن خردوي إلهي بان عمري وكل ميسر لما خلق الله أدون كستنا وحلوف الذيئي وحيا خوشي الله أبو ري تد نار الله أبو رينا ويجيران تد جنة الله أبو رينا ويجيران حيالها حديثة أمدى مؤمنين تا الصالحين تا أبسيدة يول والكوين كو كانتين وحاجرة إلا إنو نار تا أبو ري جنة دي أبو ري مركاسو بن آدم كي أسنبلا وأرواحا أيو إلهي عن توبيه سبحانه وتعالى مركز يقول هؤلاء اللي هذه أنت عن توبتنا نار تنعلم إلهي سبحانه وتعالى مركز عن توبك إلهي عن توبي خلقك مركز هؤلاء اللي هذه ولا أبالي كونا مدا جنة عليه أنا أبي يلي ما رب الله رب سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل حسمينا يو لما دبت دبي لما ويدي يا رب سبحانه وتعالى محد كأهل النار كان نار توجيس كأهل الجنة جنة محد توجيس أدري هيك أنت مري يتصرف في ملكه ملكي يسوي له يكون تصرفه يا سبحانه وتعالى مركا ولما ضارب إشكال كاني إشكال كنا ولا قد جوار هادون كي وحنو جود نعمل عمل صالح كل برجبي وصفي عن ود ذاله آخر عمري هنا توفيق ذي أي جفدي خذ لعن أهل أول نقضي نار تلقي محيطها يسوي له مدحن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا في مؤمنين نقضي عمل كهجاجيي عمل كذا حلين مين عمل كذا أبل كيسي بيلي وما كان الله ليضيع إيمانكم ليضيع إيمانكم إيمانك إن إلهي حلين ماي بإيمانك مقتضيه سيات كل رقنتين الذي حكو جوابين نك عمل أهل الجنة عمل فلي آخر عمر هنا النار تقلي يكو خاتم يستي عمل أهل النار عمل كهوري عمل أهل الجنة وقبنا يي أي وحو أها عمل موقال بس ظاهر كبس قدها كيف تسهات تنبوه عمل كاسي عمل إخلاص اللي قدر إلهي اللي قبله إيماه عمل كاسي عمل إلهي وعد يسلوه ما يسيه أما الله وحلقه في لنا يو ما هي خوز كلابو أها وحدات كوم وغضو أها سادة رادي الحديث كلا صحيحة أيو كعد يأدي آيدا مقتضيه النبي صلى الله عليه وسلم ووحي إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس ننكو قفك وعمل فليا عمل كأهل الجنة وعمل فليا فيما يبدو للناس واسيادتك أم بغتين وقال كده تذكر وعندك قرار لك وحي أم بغضون بحكم كرام
وهو من أهل النار حال الداس فيما يبدو للناس عمل أهل الجنة أوها يوه إليه يكتين نار أقرب وأهل النار وهو من أهل النار وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس بفكوا الشقين أي عمل فلا أي عمل كدتك أهل النار كأيقابين أيه واسيدة دتك أمو قتل بذها يكحل السيئة سلف يعنب إله إلا له وهو من أهل الجنة في نفس الوقت مركوا عمل كأهل النار كحيانا وأبقى أهل الجنة وأن يدي ساونا أكسن نية المؤمن خير من عمله أما أبلغ من عمله لبضل أول ولي بارك الله فيكم مركا حديث كأنا التحديث كيسو سبب كوي ماضي ما لين جشاد لقال حديث كاسنا وصحيح كنا وصحيح أيها نين صحابية وددك أردد النبي هاء يسفي عن جهاتك وهذا جي أسو بي جهاتك قال الله قال كي صبحه وأوت شاكته أساق ما لحكا قويني إلا صحابة أي هذان أي دهان ما أجزاء منا اليوم أحد كما أجزاء فلان ما أنت قال لنا ما دعنين سيدو هبل نوغا دعي نغا ما في اللان قال لنا سيدو هبل نوغا في اللان والله إنك رجهاتك وهذا جي نبي ببساطة وحجري هو من أهل النار نكان هذا مانتين وجهات كيلو هجاجيات كوها مانتين وأهل النار بنبي صلى الله عليه وسلم صحيبه يقول أنا أصحيبه بل أنا مانتا نكاسي للرفيق يقول وحو سمعيه ووحو نار تكون مطيئة في رنا يريد فتبعه هو الرعي جهات كيبه اللي وذي اللي وذي نكي داوع بقاري وان داوع مركو داوع مي وحن صدي فاستعجل الموت جيري دي بقود ده هذا هو جعل يستي إنه خلي نفتح لا يقعد مركزه سيفتي شن تبلك قوتي بيجي وأفقه دي سويت جو ديجي وهل كان لبعض الناس تحدي لا إسكت ساري أيو إسكو حمبارة لا نك ش أيك بحده أو كذب مركزه صحابي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحوله هي أشد أنك رسول الله رسولك إلهنا تنقر يا وح خلقه أموي هي أذكته أذوه وقص عليه القص قصة سدي أرنتوا بعدين النبي وش هذا صلى الله عليه وسلم نكى حقوقاته ما يستي أن قتل نفسه مركزه النبي يقولي إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة وهو من أهل النار قفه وعمل فلا يعمل كأهل الجنة أسوأ أهل النار بقى. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار وهو من أهل الجنة بارك الله فيكم مركا ساسي خاتمة التهيو ووحق عنت إلهي كجرة ووحدتك أخيارتها إن بضن والول بضن كهيسي وإلهي أي كبري هاي وصية الله للأولين والآخرين أنه قفك خاتمة كل انتو وإوحوا إلهي أدر دار ما يمدي هوري يمدي الدنبب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ذلك المؤمنين تهو إلهي إسكا إلالي كبقى حق تقاته تغوض أمذيها وحق لها إلهي سبحانه وتعالى تغوض إلهي وحق لها يا جارك بارك الله فيكم حق تقاته أي ساسي أمر إيسا ولا تموتن الا وانتم مسلمون الا اذا كنتم مسلمين مؤمنين اسلام كي يا مقتضيه سكوت تاغن ويانا سكرها كدمنين الى امر الله سبحانه وتعالى وواحد هني كرتا وان الدلال بدن بحسه وان بدن ان العمل كذا اخلاص اخلاص كو ودو وان ان بدن الهي بريده ولا تموتن الا وانتم مسلمون ان الاسلام يا ايمان الهي كو اوفسدو وحسهل ما بارك الله فيكم الله نسيه الهي بان كبر الله سبحانه وتعالى ووصية أنبياء الله لأبنائهم لأبنائهم أنبياء الله ابن المهود أدر دار مجري إن يكون خاتم يستان خاتم ونعسن وهي الوفاء على الإسلام ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون بإله سبحانه وتعالى دينه وحكى الدر دار مي نبي الله إبراهيم أولادي سبو أدر دار مي ويعقوب ويعقوب أولادي سبو دينه وقدر دار مي حيدهن يا بني إن الله اصطفى لكم الدين إلهي دينك ودين دورتي أمضي إسلامة وإلهي إسلام سيئي وإلهي أدورتين إسلام لماذا هرقليان كنا نولا لا هو جتباكم بإلهي أنقنا نجري إلهي وإذن دورتي وإلهي لا دورتي إن خليفة الله في الأرض نقلنا إن خليفة الله في الأرض نقلنا إلهي لا دورتي مركا إلهي دينك ودين دورتي فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون إذنكم مسلمين موين حالات كلاه هكوبني مننا علمت تي أذو قف يدي لا تصلي إلا خاشعا أذو خشوع سن ما يسيك على صلاة ده قلت كني هكمل نان خشوع أذو الإسلام ما كمل نان إيمان كمل نان
طريق السحلها كم مرنين تادي هاي ما تمرك عيلا ساسو إلهي النبي الله إبراهيم دردعني بارك الله فيكم. حسن الخاتمة وحنه كرنا وأمنية الأخيار وأمنية الأبرار ودعاء الأخيار دتك أبرار إلهيها بارية إلهيها وحي إلهي كتم من نجيرين وي إن إسلامية خاتمة في عام كل إنتان ودعاء الأخيار دتك خيارة إلهيها وحي إلهي ويدي سنجيرين وي نبي الله يوسف محولي مركي إلهي نعمة لما يستغل نعمة أدوية إلهي مركو كل بغرتويو علمي أقون أهل في سوء إلهي أكام نبدي وريد ما أنت هوس جوكتو أسجود احترامتي أدوية لما يستغلتي حالة ذي أدو ونعكسن تهي مركو أركي حالة الدنيا ذي قيمها بضن أيو وحو كدورتي الآخر كدور إلهي وحو ويديستي وكتمني الوفاء على الإسلام. ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إلهي وذي لما يسترتب ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث سيدك يجيك الله فسيره يا حكمتي يا علومتي أنا واضي برتي إني حفيظ عليم سوكي يجي ماهي إني حفيظ عليم علمي أولا يقول لهم بعد برتي إله سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة الدنيا آخرة هذا ولي ولي أمري أذيك ولي إله سبحانه وتعالى أرنتي إذا كعنتك وعي توفني مسلما أنا مسلم إله إقصر مدة وألحقني بالصالحين وأسأل دوما إلهي أدوية مركز إسبشو آدو قيمة بضلتها أو إن لغن ورادو لغن راح يستأجعليهين نفتو أجعشها وحكب دورنا يعني ما عند الله نبي صلى الله عليه وسلم هذا المعلمة كاملة آخر عمري أيوب شهادك كه الله نبي صلى الله عليه وسلم وكان مما قال وحو الشيء نبي وحكم إذا إنه صحابة يؤدوا روح لا يولي إن عبدا خيره الله من أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء بين أن يؤتيه بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله فاختار ما عند الله أدون باجير من صلى الله عليه وسلم ما لي إلهي ودور قليلي إنه وح الله لو هي الدنيا ذا بر بر كذي قروح ذا وردم بيشتري الدنيا ذا قر راح يجي إنه آدم ما عند الله وحي إلهي يكتيها أدون إلهي ودور قليلي باجيرة وفختار أدون في ودورتي ما عند الله ولا الأخيرة خير لك من الأولى. أبا بكر بارنتي في حمي نبي قال جيري ذي سورة واتي أولي أولي فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله أنت أنت علي من خبوف النبي قال له نباقعه لكن ما دعين إلهي بو إلى الرفيق قال على أبو الدورتي هو آذي ملك نبي الله يوسف ومن أنبياء الله أي إلهي وحويدسن هي حسن الخاتمة والوفاء على الإيمان سيدا موقت سحارة فرعون ملك نبي الله موسى أي فرميليان وعلمي سحرية أي يقانين أو بري المعجزة أي فرميليان فرعون وقو دي كون فولي ماذا الإعدام إنه الله يباب إنا ما كان يقين سدن إنا الذي لا يو محايدين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين إله صبر أتكيسي حالدنا عذاب إذا نبكى بضن إنا نكون صبرنا نكون أتكيسنا إله نغشب وتوفنا مسلمين أنا أقول مسلمين والتوحيد إنا إله أدوية ربه ما كان وحاوي دعاء الأخيار وبنية الأبرار ويبارك الله فيكم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار رفيق ذاتك اسم مؤمنين يا إلهي هو أقبري يا إلهي أنت أقبري يا إلهي هو سبحانه وتعالى سيعذك الشيء حيلي ربنا آمنا إله هو رمينا فاغفر لنا ذنوبنا ذنوبتنا إله نور الله وكفر عنا سيئاتنا حما يها نجي له تير بابي وتوفنا مع الأبرار كوا بارياشة أنا هو جملة هذا كجيرنا وضرت هذا أنا هو كجيرنا إله هو نافس ربنا اغفر لنا ذنوبنا إله ذنوبتنا وكفر عنا سيئاتنا لو هذا محاك المي ذنوبتا إله إله هو نور داف أيه وذنوبتي كبعير طيب يا توبة كان كأبا هني أدونك مرك تلوذ كبعير تا كتوبة كانوا فضل الله بالورد عفية سادر هذا إله نكود عفو إن أدوي دي ستو أما ذنوب الصغائر حسنات كابل أقول لها فاب
وكفر عنا سيئاتنا إن الحسنات يذهبن السيئات وتوفنا مع الأبرار معنى هذا محيطة كوة بارية يعني اسكو مرد المياه ما معنى هذا السامة أنا وجملة الأبرار كجرنا وكوة وضرت وذي قلني وأضيق باري كوة إلهي سلك قوة كجرنا منخرطين فيهم أجيق إله أنه كم بذا أنه أبرار تكم بذا وفي هذه الحالة حالة البر قصوا قل إله النفط أنك قادوا مرحبا إلهي ويدين هاي ويديسان هاي سبحانه وتعالى حسن الخاتمة والوفاء على البر بلو فيرس بارك الله فيكم مركب وا وأرهن قيمة بضن وإلهي سبحانه وتعالى قرأك يسوكو عديي إلهي بأبالا قاضي ذاتك مؤمنين إيمانك حق أويها يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء إلهي وسوغيا يثبت الله الذين آمنوا إيمانك ربتاكو واللقهر مقتضيه سنة كل رقمي بالقول الثابت قولك السكنة وكلمة طيبة وآياته رب آياته أي كسر سورة كسر شكت مثل كلمة طيبة كشجرة مجو سويل قولك ثابت كمدها يدو تبعيدك إلهي كسوغيا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وإنت إن رشاء الدنيا ذا كجيران يكسوغيا على موضة تفسير وحيدهم في الحياة الدنيا وقبيل الموت إنت سنفت كهذن أيها وحل غسق يا التوحيدك آخر كلامه ما وحي نقول إيسا لا إله إلا الله نبي روحوا له من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة إنك آخر كلامه أي تهي لا إله إلا الله بارك الله فيكم آخر كلامه إنك لا إله إلا الله أين قطوك خاتم يستو جنة وقرية يا ابن صلى الله عليه وسلم مع الفائزين بقرية يا ولي كونارت كقولة يستي والعذاب قصة طهير من كواسو لك لي يا جنة سادرات نكست لكرسين ماي ندخل الجنة أم بالله وفجيني بارك الله فيكم وأستان أدو قيمة بلانو مركا إلهي بأي يبوها يبالن قاضي يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وقبيل الموت وفي الآخرة وقبرك قبرك سؤال أذك بكجرت يا فتنة يا امتحان بارك الله فيكم ساسو إلهي بلان قاضي للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة كو إحسان سميجي محسنين نقضي كو أجاك الدنيا بوحي كله إلهي حسنة وناك بكله وناك هذا حسنة وناك أسكها مهن أهل الإحسان منهن أمد الإسلام لن ما أنت إلا أفراد ير مو يين أهل الإحسان كو مبضنا هدو أهل الإحسان ذاتك مسلمين تأيهين ومداسي ظاهرتها قال كما أنت أود يكلمة الصلاة يعزد قال كما لها بارك الله فيكم حسنة إلهي أشيغ أيه وحاكم إذ أدوية إليه كوكرا وما إني عزك كهلا سيادة أجيكو إني هلا كوه لقد دنبيه لقد هيبيستيه لقد قبر أيه إني أجيكو نقضي سيدي سحاوة رسولك أهاي حاكم إذ حسنة أدوية إليه كهلا أيان إني حارض وراكسين إلهي وكو أفسده أجيكو إلهي فراد بكي إلهي فراد بكي إني إلا أفسده حسنة كم بتبارك الله فيك محايا لي أول هوري وحايا هاي المحسنين أحسنوا للذين درجة سهلة المها بارك الله فيك ما الإحسان مركي النبي لو يديه محمد النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك درجة الإحسان كنا لك أسقاه يسلا أول أغمية بارك الله فيك لك أسوي لك حسن الخاتمة له سيأيد الشيخ إلهي قرآن كسي حكولة هاي الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون السلام عليكم ادخلوا الجنة كوا متقين تهوري الوسع الشيء واكوا واكوا ملائكة أي نفق هذا يس أجيكوا طيبين طاهرين ونكسن ذنوبك طاهرة الضبيرك طاهر يهي خاطرك لديب يلي بشارة الله كيني نفتو ذا إفرحسن تهي وجهو ذو النور يو كوا سوى يكوا متقين تهى كوا سوى نك إنه طيب نقول إنك متقيقة تقوى إلهي كنول تقوى إلهي كنول واحد لبك تحي كنول نك أسقى أسقى طيبة أي الله أفسنا يا سيد أيد الشيء إيش مرأك باب الله هذا يسدد وحديثك سوشي صلى الله عليه وسلم حديثك علماء أجلوا وين بتصحيح هنا حتى إمام الحاكم أصله في المستدرك بكوريني على صحيحين إن الملائكة تقول للمؤمن ملائكة نك مؤمن كها مركي ينفق هذا يان وحي أرانا يان أخرجي أيتها النفس الطيبة في الجسد الطيب نفي هي هناك سن
جسدك وناكسن كوجرتوي صوبة اخرجي إلى روح وريحان راحوا يرزقي وناكسن ورب غير غضبان ربي أنكو علي سنين وصوبة بالأوراني إني طيبتها هي أي ملائكة وشيغية مركاسي وحيقوا بشيغينها هي الجنة دي مركاسي وحيقوا بشارينها هي إلهي نفرادك هي يقوا بشارينها ملائكة بسيدة كل فقالي بارك الله فيكم مرك حالات داسي أو خاتمة دعا إنه إلهي وناجيه وحوين وي وحوين وي بارك الله فيكم صدر رجل النبي وحوله صلى الله عليه وسلم لا تعجبوا بعمل عامل حتى تنظروا بما يختم الله من عمل فلي وعمل ونكسن حي عمل كيس هاو بغينا يسأل إذن عجب قرينين وحو نكسن يلا نقولين حتى تنظروا بما يختم له وحلو وختم أيه وكو خاتم يسان أيه إلى آت في نساء وحي أقر سونا خاتم هذا كترجمة بارك الله فيكم وحي أقر سونا أدون كأسقا هدو إيمان صح يا رحمد يا إخلاص يا الله كحدنا شو يا إلهي كربيد بس إلهي كربيد آخر ربيد هدا يا هيدو حقو قرصون حالة داس خاتم هذا أيا وها صوب حيسة بخبر ربك صوب حي بارك الله فيكم إلى أتسدو كو خاتم يستاء ركتان مرة ما عمل كيسة صوبا هو بقين ولا بقول إسلام حديث ولا صحيح أسوي حنا بكسو صلى الله عليه وسلم من يجري إنما الأعمار بالخواتيم أعماش وحاؤون لقى في رياء وكرية ما لها جب جب ذا ما لها أدونك اللوغو ختيم أيوه وأدونك اللوغو لما يستير أيوه ما إيش حصل لقى في نوره صلى الله عليه وسلم حديث كاسوا ما لح بنان صحيح أنا ولا ورياء سوى حديث صحيح أنا ولا ورياء والسلاع ودم وله وإنما الأعمار بالخواتيم أعماش وهم خاتمة أعماش وهم خاتمة بارك الله فيكم ونبي عليه صلى الله عليه وسلم مركب مدار الأمر هذا وماشى أيضا قفكم مركب الوسوة حاضرة وحالتي سنبتها إيه إماته مركاوي مركي حالة دكتهاي حالة هديها يكتنا أدون كي هجاجنا هدي حماتنا أدون كي هدي ودال وديك إلهي نقام لكم بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله فيكم سادة درادة ضدك أبرارت إلهي إيه ونواناكسن المخلصين تعدومها إلهي عباد الرحمن إن بدن وحي كول ولان القلب وذا كتاقن خاتي وضم حين نقندون تا إن بدن قلب وذا وحي كتاقن محا إلهي أكتيك هكا قرن أعماشاً وقبر أيه يجودك وبحين أيه ما إتك علي نبي قبل صلى الله عليه وسلم قفك إذنك إذن كم بذا عمل كيس الجنة كما قرب عمل كيس الجنة كما قرب قف إذنك إذن كم بذا نبي محمد صلى الله عليه وسلم بلو فرس علاذ وحيدها إن الأبرار قلوب إن قلوب الأبرار معلقة بالخواتم يقولون بما يختم لنا تدك أبرارتا إلهي قلوب توضو وحال لغو حري ويكي قد نقنت هاي خاتمة ذي كي قد نقنت بيش شاسي قلبي وكو هيا هيرون ايان بما يختم لنا محان كو خاتمة يسان دوننا محان لغو ختم دوننا معماشا نذي لغو قبل قبل دوننا ساسي يكو الولي وإن قلوب المقربين معلقة بالسوابق تدك مقربين تانا قلوب توضو وحال لغو حري كو حرمت هاي السوابق ده وحي إلهي يكتئ وقرنا أزري يقولون وحي أولنا أيام ماذا سبق لنا وحق إلهي نظهر مري حق إلهي نظهرن محوجي هاي بأولنا مقربين تي أبرارت وحي كريهين أبرارت والسابقين تا قرآن كإلهي كل شيء والسابقون السابقون أولئك المقرب أبرارتنا وأصحاب اليمين وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين ومقتصدين تا منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات مركب ويكر الدرجة ويهين أبرارتهم وحيكف كل أيام خاتمة ذا مقربين تنا دائما وحيكف كل أيام كول ولا أيام ماذا سابق ذي كولنا سابق سفيان ثوري إنه مقربين تكبد هذا الأمزين هي صور رقم تاريخ ذي مركب لفين يسوع ذكو خاتمة استبارك الله فيكم كان يبكي ويقول سفيان الثوري مركب وحوله جري أنت أويو مركب محادو أوي يسأل إذا وحوله جري أخافه أن أكون في أم الكتاب شقية أم الكتاب لوح المحفوظ إن أنك قرن هي الشقي أيان كبق يا أبو الهجري وحي إلهي أكتي إيقا قرن حما أوياي لفعل أن توبين تحسن كبق ويبكي ويقول مركات فهندري أنت أوي الهجري أخاف أن أصلب الإيمان عند الموت مركان الإيمان أي إيمان كان اللي إيقا قالا كبق يا أبو الهجري حيث سوء الخاتمة درجات بيلاده قفك خاتمة الله لقاها اللين هاي
وموضوع كذا هذا حسن الخاتمة كهذين سوء الخاتمة درجات أوحن قفوا خاتمة اللي جهر يجي وقرا يوحوي أسوأ مؤمنها مسلمة ها إسلامي بكون ولا مركي خاتمة وقرا إيمان كبين لقى قاب وشكيو إلهي وجهديو إلهي وإنكره بغير إيمان والدنيا كبر أو ماشي بعد التطهير جنة وقرا لها النار تبغى وكبار وين على تعجلة دمها خاتمة اللي جهر ما هنا يو قرب سيدا إلهي رضى ما سبحانه وتعالى إبان كما قال سبحانه وتعالى مرك إيمانك إن لي يسي إبان كبقية بعد الموت يسول هيجي مالكم الدينا كان يقوم طول الليل ومن كبار التابعين سو سفيان من كبار أتباع التابعين بكمده مالكم الدينا وحول هيجي كان يقوم طول الليل هبين كورن بو يستغنان عباد السنة مرك عبادة لما يو الله بري أيو أيو أسوه قرق ساوهي واسفة تتذلل قرق ساوهي استه أيوه ليه جري يا رب قد علمت الساكن الجنة من ساكن النار ففي أي دارين منزل مالي إله وذوق تحي كو الجنة دقى يا مؤمنين تا كو النار تدقى يا عصادة إله واتكال أكتح إلى بارس واتكال أكتح كو النار تقريها كلة وكو الجنة تقريها كلة إله واتكال أكتح ففي أي دارين منزل مالك مالك لبذا الدار دار الجنة دار النار لبذا الدار مالك قريه سكوكو يا له ليه جري ربي حكى عبسنا يا إن إلهي أكتي الشقاوة كذا قرنتها وأسوي وسيلة نود ذلك يوم قولي جسم نارته وكذا بيسني وكبقية بارك الله فيك مرك حالات عروس ودتك أهل الله يجا هسيلة يقول ولي جيم بارك الله فيك محا مرك أسباب حصول الخاتمة محيتها محا السبب كره أدون خاتمة إلهي أمس سامي ويبدين قضبي ربنا كسب قاضين وأنت سال يا رب بارك الله فيك يا ما سببي كلا صورنا وحالي هذا هدي وحي هدي أسرق له المسبب قال لهلين أسرق هدي له وعينا مسبب كان لهلين أسباب تأسس عت هدي له إن شاء الله سيد الأمور الجوية وإلهي لقى فعلنا حسن الخاتم ولهلين هدي لكن أسباب تأسس عت له وعيه وحي أبضنته إلهي رحمه دي سوى واسع نكون رب قلنا حارسين سبحانه وتعالى إن مرك حسن الخاتم اللي وعيه أبضنته بارك الله فيك كوا حكاء الاستقامة بارك الله فيكم استقامة شرعاتي طريقة طريقة إلهي أجذيي وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه أجري جد كائن لغتو سناده يهي باشيك هو استقامة لغهري خاتمة لغهري سلاحي بقران كشك سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون الذين قالوا ربنا الله إلهي بهم إياه ربنا الله وإيمان وإيمان كاملة إني آمنت بربكم يا أدون جنة الوقرية قال رب الرميسان إيمان لي وحبك بجيران شخ قال إلهي رب الرميسان وسيدة إيمان كله وقال إيمان ملي ربنا مر رميسان رب الرمي وإيمان كاملة جنة الوقتك قرآن كسيد الوعد إن الذين قالوا ربنا الله ربي قال الله وإيده إيمان بإلا إيمان ثم استقاموا على طريقه وذلك بكتو صنع به ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة عند احتضار ملك النفط كسو حاضرته ملائكة الرحمة دعوا إيماني سعيان بيو أركيا ركبة تاريخ ذو كجرة ملائكة إنه كحل عمر بن العزيز ملك النفط الله قال يحوري بحوري أرى وجوها طيبة ليس وجوها إنس ولا جاب وجيه قرح بضم ما نجو ذا بولي وجيه ياسن وجيه إنسين معه وجيه جنين معه كاسو ويبي سودا واد مركا استقامة دتكي لغا هلي ملائكتي رحمة داو إيمانيس مركا سي أبو شارينيس ألا تخافوا وحا إذن كهو رجاك عبسا منا ولا تحزنوا الدنيا دي أتكسوا تكتينها أمور جينا من مركي اللي وصوا حاضي الدنيا أمور جي خاتموا وكها اللي زنتي بارك الله فيكم نكا وحال الرواة مركي اللي وصوا حاضروا ما عند الله ينجع لها ونفتي سؤيت لهذا قدموني مركز خاتمة إلهي وهاجاجي مركز خاتمة إلهي وهاجاجي بارك الله فيك مركز واحد حي الخوف مركز لقيها يخوف وحالي هذا غم يلحق الإنسان بتوقع أمر مستقبل مكروه وغم يعني مرق قفك قوان يسوي عبسد وحنا أصلا كهر أو قصة صعبة أو كبقة يو فلان يو مرق كذا إيمان يسا عبسد هذا بليغا خوف حقوق تعلقة في الأمر المستقبل وحقوق قصة صعود حقوق تعلقة خوف ولا تحزن حزن وغنم حقوق تعلقة في أمر مضى واحد تجي
أيات كمر جوتا محيساء النقطة هذا يساق وورد عليه ساسا دهس وحسن وحوي هاي وأقام من يلحق الإنسان يقول ما مضى ومرو قفك كل عيسى وحري وورد عي سبب تيسا مرو كل عيسى مرك ويوب الشارعين وحيليهين وحيدا كهر رجح كعب سنين رضي رحمة الله النعمة لما يسترم بعد كهر رجح الدنيا ذي نهو مرجنا وحقيرة يهد واتصور لافتين أردي يلمه يوحى تكسر تكتين إلى مرجنن إلهي أولي أو قداش ينحفين أيه بسببكم إلهي كو إلهي نجا هذه هي الاستقامة استقامة مدة أيضا يبارك الله فيك الوضع وحيدها الاستقامة أفضل من ألف كرامة كن كرامة استقامة هذه الشيء بك فيها ضد وحاجة إلى سيدة بالدوب ولا صدري وحديث في نبي قعد أنت الدوب بجريا ما دي أكرتين هنا دون كرامة إلهي أوسيه كرامة دون إلهي كرامة دي سهل الدرب إلهي استقامة إنه ك كفي عنات محل استقامة ده حتى مرافقين استقامة هي استعمله لا حول ولا قوة إلا بالله أي خذلان أعظم من النفاق خذلان كحوق بدن وأن المنافقة لخذلان لها محيط بارك الله فيكم استقامة حاجة جرت المنافقة استقامة له ما أضل الله قوما بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل استقامة وحق غالية قف كونوا طريق إلهكم كتوسنا هذا ومدق يبذح أبايرين مرنبا عند كارك ارتوات هو العوز صادرات العلماء بحديه جيرين علماء طريقة الاستقامة الدرجة لا يطيقها إلا لكابر استقامة هو درجة لقاله لك أكابرت أمبانا حق سنكرة منك أنا كابرت كم ذهين يروغ روغ أنا ثعلب ديك كربان بألبك قصر لعية أكبر يا وقصر لعية وأكبر يا صادرات الدرجة علوس بارك الله فيكم ألف كرامة يا ذاك خير بدن نحاجة مريد هذا الشيخ مشايخي ونوريك سنائه وراء أرضي وها بدأ بدن بأرضي وها مركز مريد وها وريبة مركز مالي تدبه ويدي رب شيخه دتك ويكو أمانة يا خير بدن بيكو شيء جيا أنا قلت مريد بدن من أرضي وها هل كرامة كوما هاي محي سوي حج رمي هل كرامة كامارة كرامة هو أمر خارق العادة ولا يقان مركز في الوريقة ما يعرفتين أنا هو إلهي عاصني كاسين ما يشغ ويجا ما أركتي أنا فرض فرائش إلهي كتجهي وما هي هي الاستقامة وهي أفضل من ألف كرام استقامة لله وتعالى كرامة أول تاعي له إلهي أدونك استقامة سيئي وكرامي خاتم الله أسمى إني بارك الله فيك وحيابها لوها الحسن الخاتمة محكم إذا التقوى باكم إذا بارك الله فيك تقوى إله من أدونك إسرائيلي وأوسم بير بيرين وذنوب تكبرت أسكب لورا خاتم الصنبال وهر بارك الله فيكم عاجل أدونك هدوها جابوا إلهي مراد كمرين عذاب سبحانه وتعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم هدات شاكرين نقطان ووحي الذين أبو ريات حكستان وعبادة إلهية إلهي محكوفة لعذاب جنة ويبسوا بحن ما إلهي سبحانه وتعالى خاتم الله لوها جنة يا بارك الله فيكم ويبا خاتمة ونكسن كيرا وحكم ذا الصدق قفك إنه رنشيغا نغضر رنت إنه رنشيغا عي النبي عليه صلى الله عليه وسلم وما يزال الرجل يصدق قفك إنه رنشيغا يكزول مايو ويتحرى الصدق كنت أكد ذلك حتى يكتب عند الله صديقا إلهي أكتين تي لغاقره صديق إلهي صديق مدرجة سلامة بارك الله فيكم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله ففضل إلهي دقي إلهي بارك الله فيكم مرك الصدق قلنا معها صدق القول وحده إن قولك كره شكت بس معه وإن إسلامنا وضع الروم كان نغط إيمانك وإن الروم كان نغط علماء هداته علماء وإن الروم كان نغط معلم القرآن هداته القرآن وإن أهل أتهي أهل ومعلم القرآن وضع الروم وإن كان نغط وحرنا لقاهبا إلهي وعدك سوى صادق يبوها إلهي وعدب وحن قب أهلنا كوب حين ما يبارك الله فيكم إسلام نماذج نما وحين نقطة ما تهوس كلا وكاسا نوحان نغني أذل الأمم وما ذه أدونك جلكم أهو صيّة يعني نغني بارك الله فيكم محايا لي وأنتم لعلونا إن كنتم مؤمنين ما وأنتم لعلونا إن كنتم مؤمنين وارون لكن هم بيوبه أنت إيمان هم يوبه أنت كنت إيمان هم هذا هي شو علوي بصوب حسي هذه بصوب حسي بارك الله فيكم مركا أنا أترم شيئا نقطة إلهي أرم شيئته قلبا وقالبا وحبها السوجي ذي حسن الخاتمة أي كم تبارك الله فيكم حسن الخاتمة وحبها السوجي وحكم ذا المداوم على الطاعة طاعة إلهي يود
دائمته هذا كبير بيرن موضوع هذا هيد وذي دعالت كسعتي هذا دعالي كجيد جوغة أياتي إلهي كبو إماتي خلاص خاتمة وكوها اكتبارك الله فيك وعبد ربك حتى يأتيك اليقين حيابها حسن الخاتمة السوجي إذا بارك الله فيكم وحكم إذا التحرز عن أسباب سوء الخاتمة وحيابها خاتمة هلية إن أد إسرائيل كيف يجيناته وحكم إذا الإصرار على المعاصي إن المعصية دائمته إن المعصية دائمته هدي هذا دائما يكون جري تاد إيمان خلاص خاتمة وكهل الله بارك الله فيكم تصميم التوبة أي كم ذا أسباب سوء الخاتمة إن التوبة دي تصميم في سوء دب دكتور التصويف من عمل الشيطان توبة سيادة محيط دربتها حالة دي الدم وكادعه مركبة انتاد بلا رغته مركبة إلهي 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 قلنا غته توبة تاسي طلب إيسا إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا وإما ينزل منك نزغ فاستعذ بالله إسلام مركي أنا توبت كان لكن هدات إلى توبت كيرين أنت إلهي بعد ما قلت أنت وريد اللي يرى تاي وريد اللي يرى تاي هذا وريد يكون هيو تاري إيمان إذا خاتمة دي وكاله بارك الله فيك وحكم إذا أسبابت سوء الخاتمة كنتو وأدون كون إسكا إلى لي حسن الخاتمة ربا لقى ربا يحب الدنيا رأس كل خطيئة حب الدنيا حب هذا استبر نافذ إرادة هذا إلهي الشيخ إن لقوها لك سمد من كان يريد العاجلة عجلنا له ثم جعلنا له جهنم يصلاها ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشكورا وإرادة بس إن عبدوني سبس حب أسوها وحكرة حب إلهي بارد سبحانه وتعالى هدو يجعلكم إلهي بيكو سجيري سخاتو ذكاها الله ينسي وحي هذا مركوز كوكو أها يقلب هذا كتلالنا يا سود حي صائف بحي مركي اللغة مجوجية سكرات المركي مركو كم مجوجية مارت وحي حب كوكو قصونا بصابح هدو حب الله حب الرسول وكوكو قصونا فك أجيك أبناك إيمانك يهو الاستاق يا مركي هدي حب الدنيا هدي وكوكو قصونا حب الدنيا بصابح هدو على هلا ديس هدو أدوية دي كو على هلا دي علينا جمعك عيدي بدأ دوية كم بحيس خاطر مثلاً عقدت كيس أمرك أيضاً ما أنت كلنا وحنا أصيبنا من وحب الدنيا بارك الله فيك صغيرة وكبيرة عالما ومتعلما وعالمية ولماذا أقول الدنيا جعل ما أنت بارك الله فيك الله أن نطهر إن شاء الله وحيابها سوء الخاتمة كيرها يأدنك أنه كبر ورسل الله بها يحكم ذا تعلق القلب بغير الله من قلبك هذا الله حانه وكوح الناظر بحكي لأت قلبك هذا وكوح الناظر بعد كورنا يبدأ صباحي بارك الله فيكم الياس من رحمة الله حريص إن أتكب قوصته وإلهي إيماننا حريصين أذأم منته بارك الله فيكم وحيالها صنوما تسكفوا وينيس كوة مركة سكاء الانيس إن شاء الله حلقوا رجينا يا حسن الخاتمة وحكم إذا وقتك وانا قلنا مار وحكم إذا أسباب حسن الخاتمة كيريسة قفكوا الإحاح على الله أن يتوفى الله أن يتوفاه الله على الإيمان والإسلام إن الإلهي إن بذن كوع العريس وسؤال هذا كبر ناتو إلهي إنه كوديو إسلامي إيمان تقوى صلاة إن بدن هاي نبي صلى الله خير خلق الله بالفيل بارك الله فيكم راح كستون نبري جيت كستون موجود أيه وأنا ودم بو نبي صلى الله عليه وسلم عدي أيه أنا اسم المالك والحديث كله صحيح كان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين نبي قول كنوا بذيجين إلهي مقلب القلوب هايو قلبي يدين تعالى كسر وانا محمد إلهي مقلب القلوب هاي قلوب تجد جدينا جيو قلبي يدين تكسر كسر سنو علني أنا سوى ويدينا صلى الله عليه وسلم يا رسول الله آمنا بك وما ما جئت به هل تخاف علينا وفهمي إنه نبغى تعليم كورا نبغى مر بلغ ما يابو قلبي يس إلهي إنه جدية لك ما يابو لكن وح نبغى برا يو برا رجينا يو وسحابة أنا سيد هيد مسألة وفهمي مركز نبغى كنا بي الله وان كرمينا وحاضر إماتينا وان كرمينا مياد عبسين لو قبطاه مياد عبسين لقى قبطاهين انها راكسنو مركاد نوم ميرين يسا مركز تبا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني كاوس نبي نعمها عبسين وان دين قبطاه انك عبساني حالكي نواق وعبساني مركاوس نبي صلى الله عليه وسلم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء قلوبت بني آدم
إلهي تصرف كيسية مامل كيسية كجير تاس سبحانه وتعالى صدور ربنا أورك رجع وحد يكرت إيمانك إنه إسلامي ما له رجع وحارض إسرائيل نقطعك بذ يا الله جبك بارك الله فيك ساس النبي وعدي ما دام إلهي قلبي هذا وقعدتك وهاي وتصرف كيس وكجير صور ربنا وجد جدينا يا إن بدن إلهي ويديسته هذا إن بدن إلهي ويديسته من رزق الدعاء لم يحرم الإجابة لك الله بري الغير زاغو أقبل لك مخوجيو إلهي ركو أقبله وإيمانك إسلامي ماذي التقوذي كبود له يقول له وذلك إن بضن بري وسوك بقبين إن قضب قنا نكو ختمين بارك الله فيكم وحكم ذا وحيابها كان إياه حسن الخاتمة ذكر الله تعالى أدونك إنه ذكر إلهي بضيو محايا لي أدونك مركو ذكر إلهي بضيو وحوهل إياه طمأنينة وحوهل إياه سكينة وحوهل إياه راحة البال قلب يقول راح يستوه إليه وحوهل إياه أنسا بالله وحوهل إياه معية الله إلهي باله وأنا معه حيث ذكرني وأنا معه حيث ذكرني مركو يحسو اللي جلابه له أدون مركا إلهي بوهشيني وإلهي كوكال صون عضي وإلهي آمن سن وقلبي يسو نور أيو قلبي يسو راحي سن أياد نقون إيسا حالذي أجاد أهد بالجيري هذا كل إيمان إيسا بارك الله فيكم محايا لي علمات وحيد هين خات تمضو ومحي وخلاصة الحياة الطويلة نورشي دائرة إذا تصون وليد يا إلهي أولا من عميركم ما يتذكر فيه من تذكر أنسوي لي نورشي خلاصة أيضا بالجيري هذا نقون إيسا وحي سو كل إيسا جيري هذا هب نوالات كعبي هب كات كون وليد بالجيري هذا مركي الوقص الحاضرة خلاصة صبحي هذا هيد أدون طيبة عمل طيبة حيا وناكسن قلبي يسوع وناكسن يهي طريقه وناكسن أكون جوجو وناك آمنسن وناك نييسن سدى حد هذا هيد حالد وناكسن بس صبحي سمرك الجيري مس وتقص وقته ويدك كاولين إياه ويجي يسوع النور تعود كي بكوع العلي يعني يا إيمانيس هذه حالد إن ولا شيء ده رأيت أي حمايدنا خلاص هذا مركب كاس صبحي سمح نكون واحفظ الحمد لله نكون سبارك الله فيكم أقول قولي هذا بالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.